رح أخذهم. لا هاتيهم دوري. شو وين كنتوا مختفيين؟ أنا وجيلان تمشينا شوي. ما قصرتي. يلا بدي أمره لعند مصطفى على المكتب. طاهر تاخذني لعند أسماء بطريقك؟ ليش؟ طيب يلا جهزي حالك بسرعة. تكي وبرجع. طاهر إذا ممكن فيني أنا أجي معكم كمان؟ لوين يعني؟ حابة أسأل كم سؤال لأسماء بخصوص موضوع أمي، بلكي بتساعدني. براك فهمي، لازم يكون في عندك شوية صبر. قلتلك أنا رح حل هي المسألة، وعد. بعدين ما فيك تروحي لأنه أسية حرام ما بتقدر على الولاد لوحدها، لهيك ضلي بتساعديها عليهم. تمام؟ ماشي. نفس يلا. جيت. انتبهوا على حالك. الله معك ماما. خدوني معكم. أنت كيف بدك تروح معنا؟ ما في غيرك رجال يعتمدوا عليه هون. لا أرجع منروح أنا وياك على الشغل. جد عم تحكي؟ إيه شو لكان؟ لازم نروح نمشي شغلنا، رح نسحب رمل من البحر. والله أنا هلأ لازمني زلم. هات لشوف، فرجيني عضلاتك يا بطل. عضلاتي مثل الحديد. إيه ما شاء الله، عضلاتك أقوى من الحديد. البيت صار بأمانتك، بعد ساعة برجع. ماشي؟ تمام. روح. يه؟ أنا ما إلي بوسة؟ لعبوا برواق، اتفقنا؟ ماشي ماما. بلم لا تعذبوا أمك، يلا لشوف. ما منعذبها عمو، لا تخاف. واحد وهي اثنين. احكي يلا، في عندك حكي؟ عرفت من نظراتك، احكي. ليش شبهوا نظراتي بقى؟ عم بيقولوا في بيتمي حكي، بدي احكي بعد شوي. لا عن جد عم تقرا افكاري لتكون. اي حدا بمكاني رح يقرا الافكار واكثر من هيك. اي طيب، بدي يعني بعد ما نخلص من مشوار اسماء زوره لمرجاني. فكره حلوه، بس جميل وتوركان ما رح ياخدوكي بالاحضان هلا. بتعرفي قديش جميل صاير وسخ، بخاف يحكي له شي كلمة زاحلة معك وقت طاهر المجنون بيذبحه. لا جميل ولا تركان بيهموني أصلا، كل اللي بيهمني مرجانة. بدي حاول وقف جنبه وما أترك بنوب. بعرف إنه اللي عم تعيشه هي ما بيتقارن بالشي اللي عشته أبدا، بس أنا كنت ضعيفة لأنه ما كان حدا واقف معي. ما خلصت من عذابي لحتى أجا واحد وقف جنبي بكل قوته. لازم أعمل معها مثل ما أنت عملت معي. بدك تكوني النفس لمرجاني كمان؟ أقولك بقدر كون هيك؟ عم تسأليني لإلي؟